متابعينا الأحبة، مثل ما بالأسبوع الماضي صورنا لكم يعني رباط الخرفان، تسمين مشروع تسمين الخرفان. اليوم تعالوا يانا مع أخونا أبو رسول الطائي مشروع تسمين العجول. كل المعلومات اللي تحتاجونها إن شاء الله عن مشروع تسمين العجول راح تلقونها يم أخونا أبو رسول الطائي. تحياتي لكم، تابعونا وشاركوا المقطع واشتركوا بالقناة وكلكم على راسنا. متابعينا الأحبة، مثل ما قلنا لكم توجهنا إلى أخونا أبو رسول الطائي حتى يحدثنا عن مشروع تسمين العجول، بعد ما احنا حدثناكم عن مشروع تسمين الخرفان. ونريد بس نريد تكبسونا لايك ومشاركة للمقطع حتى يوصل للجميع. أبو رسول عيني، نعم. اللي يريد يخوض بهذا المضمار واللي هو تدري يعني بالنسبة للمشروع تربية العجول، نعم. اللحم عليه طلب قوي، أكيد. مثلا يعني المطاعم، الفنادق، المناسبات، الأعراس، المآتم، غيرها، أكيد. وإحنا عندنا مواسم أيضا، الأعياد والأربعين، مواسم دينية، نعم، مواسم، نعم، دينية، نعم، وشعبية، وشعبية. فإذا الطلب عليه قوي مهما ارتفع ومستمر، ما ينتهي، أكو طلب عليه، لأنه ويا العيش ويا الحياة. والمشروع اللي عليه طلب يعد مشروع ناجح، نعم. زين، اللي نبدي من أول خطوة، نعم، اللي يجي ويريد يربط، بعد أن هيئ مكانه بعدين نتحدث، ايه، عن المكان، ايه، بس يريد يجي وصل للسوق، وصل أي سوق يختاره، أي سوق يختاره، من أسواق العراق، نعم، أو خارج العراق، نعم، يشيت ياخذ سلالة عامي شامي ياهل قدامه يلفه، لو عنده فد مواصفات خاصة يختارها، نعم، نعم، الجواب، نعم، منك ناخذه. نعم. إذا داخل العراق احنا ما عندنا سلالات واضحة ومبينة، هذا فريزي، هذا هولندي، هذا انجليزي، هذا هندي، ما عندنا هاي الشيء. سوقنا هنا مخبوط وكله مضرب، سلالات هجينه، سلالات هجينه، اي، بس تلائم اجوانا، نادر ما تلقي واحد مثلا تميزه بنظرك انه هذا فريزي، هذا يجي، هذا كذا، نعم، هذا كسوقنا. اما اذا تحكي لي على استيراد، تقدر تستورد سلاله معينه، هذا جانب اخر، جانب اخر، اي، اما نحكي على سوقنا احنا هنا كمواطنين بسطاء، فلح نقدر نقول، نعم، لان حقولنا هنا احنا بالعراق ماكو حقول نموذجيه الا حق الحقلين ثلاثه على عد الاصابع، ولكن الناس اللي تربط هي ناس ريفيه وعلى معلوماتها البسيطه. لا زال الوضع مو متطور، ما متطور، نعم، اكيد ما عندنا تطور، لكن من تجي تشتري، ايه، تشتري الحجم اللي كل رباط يشتري قصه معينه، اكو رباط يشتري قصه صغار صغير، يعني سعره يتراوح بين المليون، مليون ومية، كذا 900، يرغب هيك على قد فلوسه، على قد مكانه، على قد معلوماته، ايه. اكو رباط يشتري شوية اخشن، يعني نقول وسط، واكو رباط يشتري الخشن، هذا يعتمد على السعر، لكن مين يجي يشتري؟ على السعر وعلى الرغبة، على السعر، اكو واحد عنده خلق يعطل، بالضبط، يشتري ناعم، الناعم يتأخر، لكن هو بكل الأحوال العجل أقل من 6 أشهر ما ينباع، أكيد، يعني هذا بأقل احتمال 6 أشهر يلا يكون جاهز للبيع، نعم. فسألتني على السلالات، أنت تجي أكيد تستنقل العجل اللي تشوفه، مثلا إحنا كفلح نقول أظهر عريض، أها، أفخاذة عريضة، نعم، مو منبلة، مو رفيعة، هذا يعني من تخسر عليه وتعلفه، أيه، راح يجي. وإلا سلالات معينة، أكو سلالة اسمها براون، لكن هاي يمكن يجوز بالجوبة كل جوبة لو تلقي لك واحد لو اثنين لو ماكو، صحيح، ومو براون، يعني نقول 100%، صار واضح السلالات، صح، كلها هجينة، والاختيار كلها هجينة، بس تستنقل، ايه، العجل المقبول الحلو، نعم. أبو رسول، شنو عمر العجل المناسب للتسمين للرباط؟ احنا نسميه رباط هنا، نعم، نعم، ايه، نعم. هذا السؤال أيضا يتعلق بالسؤال الأول، لما قلنا كفلاح يربط عجل صغير وكفلاح أخشن وكفلاح أخشن النوب، إذا حسب الرغبة، هذا هم مرتبط به، ولكن من تشتري العجل اللي عمره وسط يزيد عن سنة، أي، يزيد عن سنة، نعم، هذا جيد، نوع متوسط. ما تشتري عجل عمره سنتين كبير، يعني ما يفيدك، بس العجل المقبول الوسط اللي عمره نقول سنة فما فوق شوية، هذا مقبول. اللي 8 أشهر 7 أشهر بعد صغير يتعبك ويتأخر، نعم. أبو رسول، اللي يخوض هذا المضمار، نعم،
عليه ان يتاكد من صحه العجول مو اكيد؟ نعم. ايه؟ اولا يتاكد من صحتها اول ما يشتري. وهي صحتها شنو؟ يشوف مثلا نفسه اذا سريع، يعني هذا نسميه بحراره، بيشي أي. اذا خامل فيستنقل العجل الحرك، هذا بالمشتري. ولكن اول ما يروح للبيت بالنسبه لي انا كرباط، اول ما اوصل البيت قبل للدكتور البيطري اضربه ابصفار، اعالجه من القراد، انطي كيمياء وانطي جرعه، ذني 3-4 شغلات مباشره اول يوم انطيه اياه. نعم. ابو رسول، الخبره في كل امر مهم. اعتقد مهمه مو مهمه 100%. هذا المجال اكيد عندك خبره بالمشتري وبالتربيه، بالتربيه اكثر، بالتربيه الخبره اكثر. يعني الخبره شنو؟ معالجته صحيا، تنتبه عليه اذا شكيت بمريض ما يدفع، يعني هذا الا خبره. عندك خبره شو تعالجه شو تنطيه. فبالخبره بالممارسه انا اليوم صار هذا يعرج، انطيته كذا دواء كذا دواء، لما تصير عندي حاله مماثله انا عندي خبره. وبالممارسه احنا كفلاحين تصير عندنا خبره مشابهه لخبره الدكتور. زين، اللي ما عنده خبره يستعين؟ يستعين اكيد، يستعين بابو رسول واشباهه، يستعين باصدقائه بمعارفه. نعم. ياب هذا كذا. نعم. تمشي الامور. ابو رسول، احنا عندنا مقوله تقول الوقايه خير من العلاج. فشنو اهميه الوقايه من الامراض بالنسبه لهذا المشروع؟ جدا مهمه، ومثل ما ذكرت لك انت العجل من تجيبه بابصفار وما تدري به، فانت مباشره اضربه ابصفار وقايه، تضربه كيمياوي خاف عنده ديدان وجرعه. هذن الوقايه تقريبا ذني. واذا بالنسبه للحمى يعني مسخنها ما لها علاقه بالوقايه، يعني حسب الموقف. زين، اذا مسخن تنطيه نورالجين او اي دواء. ابو رسول، نعم، مو مجرد الرغبه للعمل بهذا المشروع هي كفيله بالنجاح، لا، ولكن المتابعه المستمره من قبل المربي. مو 100%. شلون يربي جهاله؟ اي ربيهم نفس الشيء. وعينك على مالك، وعينك على مالك دوا. عافيه اخوي، عافيه. ابو رسول، تعتقد بانه مهم لصاحب هذا المشروع ان ينسق مع دكتور بيطري؟ جدا مهم بالنسبه لي انا، هذا رايي انا. عندي اصدقائي اطباء، حتى لما عندي فراغ اروح اقعد يمه واسولف له واساله واستفسر منه. هم تستفاد منه؟ نعم استفاد منه، وحتى لو ما عندي حاله مرضيه اساله. نعم. طبيب جدا مهم. هو الجانب العلمي احنا هو جانب نقدر العلم. نتجاوز على اختصاصه. انا جانب خبره وممارسه، بس هناك اكو جانب علمي اهم من عندي. صحيح. هو اللي يؤمر بالصح. ابو رسول، نعم. بالنسبه لمكان المشروع واللي نقصد به الحقل. نعم نعم نعم. إلى اهميه بالمشروع؟ اكيد. وشلون اهميته؟ اكيد الاهميه، وانا مثل ما وضحت لك احنا حقولنا كلها مو حقول نموذجيه. زين. ولكن يجب نقول الحقل مالك المحصار، تسقيف ماله مهم، ارضيته عاليه، لا بالشتاء تصير اطيان وزيخه، يكون عالي بحيث قد ما تمطر ما تدير بال. حلو. هذا ويعني تهويه شويه دائما على الخارج. إلى تهوية على الشمس. نعم. على الشمس، يعني محصارك صار على الشمس. أي. فهذه ضرورية أيضا. العدد يعني مثلا مو محصار مزدحم تغير وتخلي به الزحام، يعني يكون محصار فضي. زين. هذا أكيد مهم. أبو رسول، إحنا أنت قلت إحنا كلنا مثل ما يقول معربانية. معربانية بالضبط. ونظامنا عن النظام القديم. أي بالضبط. بس إحنا نطمح إلى تطوير الثروة الحيوانية. أكيد أكيد. واللي يريد يسوي نخلي يسوي على المواصفات الحديثة. أي على الأقل ضمن الإمكانية. سؤالنا هنا. أنت برأيك الحقل يخليه طوله وحدة لو يقسمه إلى حقول، مجموعة حقول؟ لا لا، طوله وحدة هذن قوتهن مو متساوية. القوي يقتل الضعيف. راح ما يخلي ياكل، يكتله يكسره كذا، فقسمه يعني حسب انت الحلال عندك قد رزقك. انا بالنسبه لي كل محصاره خلي بيه 10. زين. خاطر اعرف يعني جانس عند العشره، والعشره ذني قياس واحد مو واحد كبير واحد صغير. هنا راح تصير معارك. نعم. اي فمهمه كل يعني قلل قسمه مجموعات. زين. بعد الحقل شي يكون ب مال عزل قسم مال مثلا واحد تمرض، واحد كسرنا، واحد كتلنا، واحد اذنا، فتعزله على صفحه. واحد مرض لازم توكله وحيده، فتخلي لك فد محصار صغير على صفحه للحالات اللي مثل هذه. طبعا احنا نحب نشير الى متابعينا اللي يحب
يطلع على أشكال الحقول سواء كانت الحديثة أو القديمة. إحنا عندنا عدة مقاطع ممكن الرجوع لها. أبو رسول عيني، شنو أنواع الأعلاف اللي يستخدمها المربي بتسمين العجول؟ الأعلاف اللي يجب أن تعلف التسمين العجول هو الجريش. هذا مضبوط. عندنا بالنسبة لنا هذا عندنا يقول جريش يقوم المكسور. جريش بيه؟ يقوم المكسور. أي أبا؟ أي يعني شعير تجرش، هذا العلف الرئيسي. زين. ولكن الشعير عندنا جدا غالي، قدر الإمكان إحنا هسه نعلف نخاله وكمية من الطحين. سوون خلطة أنتم مستحدثينها. إحنا مستحدثينها. ولكن علمنا بالخلطة شو نستخدم؟ يعني طحين نخالة تبن. طحين نخالة تبن. ممكن استخدام تمر. ممكن. بالشتاء يرغب الحلال أفضل. ايه؟ وبالإضافة إلى أكو شيء مهم، هي المواد المكملة الغذائية اللي تشتريها من السوق على شكل طوز. ها المنشطات، الفيتامينات. فيتامينات. نعم. هذه أيضا جدا ضرورية. حلو. ويا الخلطة. جيد. إيش قد كمية الأعلاف اللي يستهلكها العجل باليوم الواحد؟ العجل المتوسط يستهلك يوميا يعني نقول أول أيام يأكل 5 كيلوات باليوم من الخبط. أي يستقر للسبع كيلوات، فيأكل نقول كمعدل 6 كيلوات يومية. هاي هي وتبنها لو وحدها؟ لا، من غير التبن. بس العلف. التبن يعني نقول كل 10 عجول يأكل لهم كيس تبن مع هاي 6 كيلوات للعجل الواحد. وبقت تشقد تربط، هذه ما لنا علاقة بها يعني الفترة، ما لنا علاقة. يعني تقول 6 كيلوات يأكل. 6 كيلوات يأكل العجل الواحد. أي أي أي. وأكثر. وأكثر، ممكن شوي أكثر ممكن شوي أقل. بعد هو يحسب شقد فترة الرباط مالته بالشهر؟ مثلا 30 يوم، 3 × 6 = 180 كيلو. أها. هاي بالشهر، أو تبقى 6 أشهر 7 أشهر أنت حر. روعة. أبو رسول، تدري المياه أيضا مهمة، وإحنا مقبلين على فصل الصيف. فصل الصيف حار. نعم. فشنو نوعية المياه اللي يقدمها صاحب هذا المشروع؟ المياه احنا هنا عندنا مياه الانهر. زين. هو مي النهر افضل شيء، اما مياه الابيار يتعود عليها بس غصبا عليه، ما مرغوبة. ماء البير ما مرغوب بالنسبة للحلال، ومرات حتى ما يشربه الا اذا ينجبر. أيوة. مي النهر. بالاضافة اني اكو ويا المي بين فترة وفترة اذب يود. يود هذا نفسه اللي يستخدم للجروح وكذا، فالنسبة هذا راح يعقم المي ويعقم حلق الحيوان ودواخله من بعض أنواع البكتيريا. نعم. فهو من المربين ما يستخدموا اليود، ولكن أنا أستخدم يود بين فترة وفترة بالمي. المي البارد مهم، لكن احنا خوم ونروح نجيب له ثلج او كذا، لكن خلي تكون لا بس مو حاط المشرب بالشمس. بالشمس وبتموز. مو تخليه بالشمس اصلا يقوم يفور. انا اجي اخلي ايدي بيه يفور، فمن يبدا المي نقول اشوفه حار احول البانوات بالفي. ولكن ما ونظافه مكان الشرب، مناهل الشرب منتهين منها. أي. يعني لازم يوميا تنظف هذا، لانه اوساخ من حلقه يطير من رجليه، الهواء يطير تكرم وروث وكذا، هم تصير زفر وريحه. نعم. مهم جدا تنظيفه بشكل يومي. واذا يا ريت باليوم مرتين هم من افضل. انا مرات يجي الحيوان يشرب قبل من البوري. يابا يعوف الحوض، لان الحوض طاير بيه دم كذا، فليش راح على البوري؟ يعني جاء نظيفه من النهر. صحيح. أبو رسول، نسألك عن أبعاد المعلف. المعلف. أي. المعلف ارتفاع لا يقل عن 60 سنتيم. هذا يعني بالارتفاع. بالارتفاع. أي. العمق مال المكان اللي تخلي فيه العلف 20 سنتيم. بلوكة يعني. بلوكة. أي. العمق. العمق. اللي تخلي فيه. عمق المعلف. العرض فد 30 سنتيم. 30 35. وإذا كبره؟ إذا كبرته من تعارك يعني ضربه بكلة ويوقع بالمعلف، وأنت ما تدري، تجي تلقاه لو متأذي لو شوف يعني لو قاضي نحله لا سامح الله أنت وقسمتك. نعم. فدائما حذر من هاي الشغلة. أبو رسول، تعتقد أنه مراقبة السوق مهمة بالنسبة لصاحب هذا المشروع؟ لأن مرات يجي فد وقت ترتفع به الأسعار. هو ما يدري. وهو ما يدري. ما وظل يجر ينطي علف ويروح يسوم سعر بخس. اها. هم ينغمت. هم ينغمت. هنا مراقبة السوق خلي أقول لك إياها من الأخير، ما ظل واحد غشيم. والله هم ما أي ممكن. أي. ولكن تتراقب السوق، والناس اللي يجون مشترين من عندك أكيد ما يظلمون حقهم. يعني حظهم وبختهم. ايه. وانت راح تحسب ايش قد مكلف عليك، انت اكيد حسبته بيش صار، بيش اشتريت وايش قد اكل. نعم. فانت راح تسوق سعر اعلى، اذا شفته مقتنع بيه تبيع، ما مقتنع تبيع لاخر.
أبو رسول، تعتقد بأنه مسك السجلات هذا المشروع مهم؟ والله هنا الفلح موسى وأكو يخليها على الله. أي. وأكو لا يدون. أنا اليوم اشتريت مثلا اليوم 20 بالشهر اشتريت بهالقد سعر بهالقد تاريخ، أدونها وأبدي خاطر أعرف بالأخير من أبيع أنا شو وقت اشتريت وش وقت بعت. أي. وش قد هالفترة وش قد كلفت الفترة. هي ربحان خسران كلها لازم يحسبها. أي. وأكو يخليها على الله. زين أبو رسول، تدري مرات بالمواسم أسعار الأعلاف تنزل، مثلا بموسم الشعير في موسم الحصاد سعره يكون أقل من أقل بهواي. أي فالمربي إيش لازم يسوي أنت كصاحب مشروع؟ أنا كصاحب مشروع يفترض أن تشتري، لكن أحكي لك إياها من الأخير، إحنا ناس فلح رأس مالنا محدود. أنا ما أروح أبلب 20 مليون علف انه في سبيل خاف يوم الايام يغلى. هو مو خاف يغلى، هو يغلى 100%. هو يغلى، لكن احنا نخليه على الله. نشتري مو نقول يوم بيومه، لكن نشتري مثلا مال شهر والشهر اللي وراه يحلها الحلال. الله كريم. ابو رسول انا وياك انا وياك بس هو انت دائما نقول تقول خليها على الله ونعمه بالله. أي صح. ولكن ما حد يشتري مال، اشتري مال 6 اشهر 7 اشهر ماكو رباط يسويها. ها والله ما حد. احنا هم نادر. هم نستعين باللي جاي يشاهد المقطع من اصحاب المشاريع. هل فعلا انتم مخلينها على الله لو تشترون؟ والله يشترون مو مال كمية كبيرة، مو مال يطول. خير إن شاء الله. راس المال يقول لك اشتري بي غير حاجة. اي مثلاً تبين ما تبين يوفر. اي 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 أنا سعيد. وأن تكون عنده أماكن اللي خزنها مو. مضبوط لازم خمو لعد. خمو حاطها بالمطار عليها ورحني حجراً ويتلفن. اي عافية. ما يصير. اي. أبو رسول عيني أنا خاف يعني غاب عن ذهني فالشيء. نعم. عندك شيء ممكن أن تضيفه؟ سؤال كذا. نعم. ما خطر ببالي. نعم. اللي أضيفه وأكد عليه وأعتب عليه أقول عندنا وزارة الزراعة وزارة بيها قسم الثروة الحيوانية، اسمها الثروة الحيوانية. اللي هي مهمة، شنو دورها؟ شم قدمتنا؟ شم سويتنا؟ دورها وخدماتها جدا ضعيفة، ما تتجاوز يعني مو بالمستوى المطلوب. والإضافة اللي أريد أقولها يعني بدل ما أكو بعض الناس أو هي الزراعة تروح تستورد عجل، أنت ليش ما تجيب لي غذاء وأكل وأنا أسوي لك عجل؟ يعرف يقول أيهما أحسن؟ نعم. تروح تستورده. ما ينكال ما تعرفه مال شنو ما شنو، كله بروتينات ومواد وكذا وأوبر وكذا. ليش ما أنت توفر لي الأكل؟ أنت من توفر لي الغذاء ماله غصبا عليه يبيع لك رخيص. صحيح. فناشد وزارة الزراعة قسم الثروة الحيوانية يكتبون إلى مراجعهم أنه ذول المربين استورد علف، لا تستورد العجل، علف بالسعر المقبول والعلاف نموذجية ومستوردة، وإذا يتوفر عندنا بعد أحسن. الله يبارك. الله. ممنون لك. ممنون لك. أولا إحنا هذا إن شاء الله نريده بميزان حسناتنا إلي وإلك ولكل واحد يشاهدنا، واللي يريد يشاركنا بالثواب خلي يشارك المقطع حتى يوصل للجميع. إن شاء الله. وإن شاء الله يكون يعني مشارك ويانا. تحياتنا إلى كافة المستمعين وال الله يبارك فيك شو المتابعين. متابعين على رأسي والجميع ربعي المربين أهل العجول. على رأسي. الله يسعدكم. الله يحفظكم. ممنون. شكرا جزيلا.